يقول السائل: هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغير ذلك؟ ها؟ يقول السائل: هل تجوز رقية الأملاك كالمنزل والسيارة وغيرها؟ وهل استعمال الماء الذي قرأ فيه القرآن ورشت به هذه الممتلكات يعتبر رقية؟ الرقية على المريض، الرقية على المريض يقرأ عليه شيء من القرآن ويدعى بالأدعية الشرعية. أما السيارة ما هي مريضة والبيت ما هو مريض، ألا يرقى عليه؟ لكن الإنسان يورد بالأوراد الشرعية على نفسه وعلى أمواله وعلى أولاده، بالورد في أول النهار وآخر وأول الليل. أما الرقية هذه خاصة على المريض المصاب.